استاذ محمد الصاوي، اهلا فيك بلبنان. مجيئك لعنا عزيز جدا، اشتقنا لك بعد اليوم عم نحضر افلام خاصه طباخ الري. بعد هلا هذا المشهد ما بننساه ابدا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، انا اللي سعيد بوجودي هنا في لبنان وانا بصور مسلسل ينوت. بدنا شويه تفاصيل نشوق العالم يحضروه بعدين. ايه بدنا شويه تفاصيل لنشوق العالم يحضروه بعدين. هو مسلسل رمضان اسمه نقطه سوداء. في طبعا الفنان الجميل احمد بدير، وفاء عامر، احمد فهمي، مجموعه كبيره جدا من الفنانين المصريين. واحنا دايما بنلتقي بالاستاذ اللي هو منتج السينما العربيه الصباح. طبعا هو ابنه انور الصباح، من الناس المحترمين جدا اللي احنا بنتعامل معاهم، وشرف لينا ان احنا نيجي نعمل عمل هنا في لبنان، ولبنان ان شاء الله هترجع يا رب احسن من اول مليون مره باذن الله. استاذنا بعرف الله يطول بعمرك، ولكن الكبير عادل امام كل مدة والتاني بيطلعوا اشاعه انه توفى، قد ايه بتزعل انه الناس شو بدهم بالعالم؟ لا ما ده اصله هو موجود على السوشيال ميديا، فدي ناس كتائب موجوده ان هي تتسوق الشكل يعني، لكن هو ما شاء الله صحته كويسه جدا، وكفايه تاريخه الفني في الامه العربيه كلها يعني، فهو زي الفل وجميل، وان شاء الله فيها حاجه قريبه هيخشها باذن الله يعني. قديش كمان حلوه الخلطه بين لبنان ومصر من ايام سيده الشاشه فاتن حمامه وغيرهم كثير، كان فيها الكومبينيشن حلو بين مصر ولبنان، قد ايه حلو بعده مستمر هلا وعم نعشق اللهجه المصريه، وبمصر عم يعشقوا كمان اللهجه اللبنانيه. طبعا خد بالك السينما من الخمسينات ولبنان ومصر على طول شغل كتير جدا مع بعضينا، افلام الصباح، ولما تشوف الافلام اللي في الخمسينات هتلاقي برضو رمز من رموز الانتاج يعني في لبنان. فطبعا اللكنه المصريه محبوبه للامه العربيه في دوت، ويمكن دي سبب ان احنا الفنانين واصلين بسرعه بسبب اللكنه المصريه، لكن احنا نعشق لبنان ونعشق اللهجه اللبنانيه كمان. مين هو الممثل الكوميديان الاول بمصر؟ هيك بينه وبينك. لا كله كويس. انا ضد مش عارف ايه الاول والثاني، كل حد عنده طعم خاص له. كل واحد له طعم، وكل واحد له نجوميته في الحته بتاعته وكده اهوت يعني، لكن الحمد لله فنانين مصر كلهم ناس محترمه، ويعني انا ضد التسميات. سيب الناس هي اللي تسمي يعني، او سيب ما هو يعني، بلاش انا اسمي انا كذا انا كذا انا كذا يعني. فعشق الناس والفن ده شيء من عند ربنا ان شاء الله خير يا رب. كلمه اخيره، كيف بتعيد العالم بلبنان بمصر اليوم بالاحد او الاثنين في عيد الميلاد، وبعدين يلي راس السنه، امنياتك لسنه جديده وكيف بتعيد العالم؟ يعني ان شاء الله ربنا هينصر العرب جميعا وهينصر لبنان، ولبنان هيرجع تاني اقوى، والامه العربيه كلها اقوى، الامه العربيه كلها تبقى ايد واحده.